يجي واحد يقول زين هذا التمسك بالحسين دون غيره وتمسككم بأهل البيت، عفتون المجالس وعفتون المنازل، عشرة محرم خلاص انتم نذرتون حياتكم إلى ذكر الإمام الحسين، من ماتم إلى ماتم، من موكب إلى موكب، وما تسمع عزية إلا توقف عليها بالبيت، تسمع عزية في خارج البيت عزية، شعدكم ويا أهل البيت؟ نقول لهم احنا تمسكنا بأهل البيت يا جماعة ما هو إلا تطبيق لمبدأ قرآني أوضح من الواضحات، مبدأ قرآن. احنا لما نقرأ سورة سبأ، الله يجي على ذكر الأنبياء هود صالح وغيره، يسألونهم عن أجرهم، الجواب كان شنو؟ الأجر على من؟ على الله تبارك وتعالى، ماكو أجر ثاني بعد، الأجر على الله. إلا النبي في سورة الشورى لما سئل عن أجره كان الجواب الله عز وجل بلسان نبيه شي يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مبدأ قرآن، هذا مبدأ قرآن واضح أيها الأحبة، المودة تعني المحبة، والمحبة بس يعني توقف عند المحبة لو إليها بعد أبعاد ثانية؟ لا، إليها أبعاد ثانية. التفت وياك، الله تبارك وتعالى يخاطب الناس بلغة العقلاء. لغة العقلاء شو تقول؟ لغة العقلاء تقول إن المحب لمن أحب مطيع، هذه لغة العقلاء. المحبة يعني الطاعة، أن تسير على منواله، أن تسير على مسلكه، أن تعمل بعمله، هذه هي المودة. يمكن يقول، يمكن يجي واحد يقول هذه من وين إليكم؟ أقول ليه؟ من القرآن الكريم. القرآن الكريم، والبعض ياخذ آية المودة ويترك بقية الدلائل القرآنية. تعال التفت ويا سورة الفرقان، الله تبارك وتعالى بعد يتحدث بلسان نبيه شي يقول؟ يقول قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الأجر اللي سأل النبي الأمة شنو؟ مودة القربة. وبإجماع المؤرخين القربى لما سئل النبي قالهم علي وفاطمة وابناهما. بمعنى آخر أيها الأحبة، أن من أراد أن يسير ويصل إلى سبيل الله تبارك وتعالى ويحصل الأمن والأمان في الدنيا والآخرة عليه أن يسير على طريق محمد وآل محمد. بعد خاتمتها أيها الأحبة، مسك الختام في القرآن الكريم، الله عز وجل في سورة سبأ بعد بلسان النبي صلى الله عليه وآله شو يقول؟ يقول قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. مو إحياءنا الذكرى هو حتى أقول لك الحسين باقي بي وبغيري، يعني مو محتاج إني الحسين. يقول ما الذي فقد من وجدك؟ هذولا مو بحاجة إلى أن الإمام زين العابدين عليه السلام يدخل إلى المسجد في يوم من الأيام وكان والي المدينة موجود وحاشيته موجودة، التفت إلى حاشيته قال من أفضل الناس؟ قالوا أنت. حاشيته قال لا، أفضل الناس الداخل إلى المسجد الإمام السجاد عليه السلام. قالوا إلى كيف؟ قال هذا الذي يحب كل الناس أن يكونوا منه ولا يحب أن يكون منهم من أحد. كل الناس تتمنى تصير مثل أهل البيت سلام الله عليهم. المودة وطاعة أهل البيت هي مو حقهم، حقنا إحنا، لأنك إذا أردت أن تصل إلى الله من خلال أهل البيت. سورة الفرقان اللي جبناها إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، هذه محبة أهل البيت توصلك إلى هذا المكان.